لا هو ماهيش حالة وفاة، الإنسان ما يتوجع وقت اللي شافه كل شيء، لأن عنده إصابة نتاع حروق على مستوى اليد نتاعه وكذلك على مستوى الفك نتاعه، فما جروح يعني قوية شوي. هذا كان السبب يعني ما تعرف في حالة إغماء يكون خفيفة. تلهينا بيه ولاباس توا فايق، وقاعدين نعملوا في حوصلة يعني انسكانير وكل شيء كامل نتاعه باش نزيدوا نثبتوا عنده شي إصابات أخرى، خاطر احنا ماناش عين على عين المكان، ما نعرفوش كيفاش مصيب يعني طاح من بعيد ولا تحرق هكاكا ولا خاطر وقعت عملية إغماء من الأول. ولذا باش ناخذوا كل شيء الإجراءات يعني الطبية اللازمة باش من الحالة توا مستقرة لاباس الحمد لله في مكان الخير. والآخرين إصابات خفيفة، واحد يعني مشى يدور للمستشفى الرابطة اللي يعني عنده إصابة على مستوى العين، وواحد عنده على مستوى الساق أمني يعني إصابة خفيفة.